أقامت الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون وبالتعاون مع مجموعة داون تو أب للتطوعية كرنفال يوم الداون العالمي الذي يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة الداون. الكرنفال تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات كمحاضرات توعوية ومسابقات وفقرات ترفيهية بهدف التوعية بحقوق مصابي متلازمة الداون في الأسرة والمجتمع، بجانب تفعيل سبل التفاهم والود تجاه أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. لترسيخ المفاهيم المرتبطة باليوم العالمي لمتلازمة داون من خلال التوعية بحقوق مصابين متلازمة داون في الأسرة والمجتمع، بجانب تفعيل سبل التفاهم والود تجاه أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أقامت الجمعية الكويتية لمتلازمة داون كرنفال يوم الداون العالمي. احنا اليوم مسوين هالكرنفال الكبير وعازمين الشعب وغير الداون كله اللي بالدوله والداون اللي واللي مو داون موجودين بالبلد، يعني على اساس ان احنا الحديقه العدليه عشان في ناس وايد طبيعيين يشوفون احنا شلون جايبين هالفئات الخاصه اللي هم متلازمه الداون وشلون هم قاعدين يندمجون مع الناس وشلون اطفال كانهم اطفال طبيعيين الا قليل. هو الهدف ان احنا بنبين حق الكل وحق المجتمع ان الداون انت تقدر تتعامل معاه وتطلع افضل ما فيه وتطلع وتبرز طاقاته اذا انت اندمجت معاه وعرفت هواياته ومواهبه شنو وقدرت تبرزها للمجتمع. فهذه رسالتنا حق رواد الحديقه والناس اللي موجودين هنا، اندمجوا مع الفئه هذه، لا تتحسسون منها، تعاملوا معاها بكل لطف، راح تطلعون من عندهم افضل طاقاتهم، اذا حبوكم راح يخلصون لكم ويقدمون افضل ما عندهم. الكرنفال تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات كمحاضرات توعوية ومسابقات وفقرات ترفيهية برزت مواهبهم وإبداعاتهم كجزء فاعل بالمجتمع. اسمي جواهر إبراهيم، فرق واحد داون تو هاب. حسن أبو الحسن. أنت طالب مثالي؟ إيه. شنو الحملة اللي احنا مسوينها؟ فرق واحد. الجمعية الكويتية لمتلازمة داون تعمل على الوصول بمصابين متلازمة داون إلى أقصى درجة من التأهيل في الجانب الاجتماعي والثقافي ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي لأسرهم. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.